مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتكلم وهنكمل موضوعنا. طبعا الأخت جيهان قالت الحمد لله إن ربنا نجاني منكم، وقالت الكلام ده أكتر من مرة، لأن كنتم عايزين تودوني الدير بالعافية زي المرة اللي فاتت لما كنتم بتذلوني هناك في الدير. وقالت كمان الحمد لله إني بقيت مسلمة وأشهرت إسلامي في الأزهر، وربنا بيساعدني على كل حاجة والحمد لله. وقالت عن أهلها المفروض يفرحولي لأني بصلي موحدة بالله، وأنا أتمنى لهم أن ربنا يهديهم بنور الإسلام، نعمة من عند ربنا وهو ده الدين الأساسي والدين الحقيقي. وقالت كلمة بتعبر عن حبها لأهلها، قالت وأنا كل اللي أنا عايزاه أنكم تبقوا أهلي مهما حصل ومهما كان. قالت لاني متمسكه بديني الاسلام ما يهمنيش اي حاجه بتحصل ليا. وقالت ونفت ان هي ما فيش شاب مسلم ضحك عليها ولا حد خطفها ولا دعاها للخطف، لكن هي اتاثرت من كل من اخواتها واصدقائها المسلمات اللي علموها نعمه الاسلام وحب الاسلام. وبعدها بدات قصه الدير بقى. تخيلوا، تعالوا نتفرج بقى عن الهزل والضحك. قالت ان هم بعتوها بالقوه والاكراه اهلها، ودوني غصب عني في الدير. قالت انه في الدير كانوا بيذلوني. نفسي اعرف ايه هو الدير، يا ريت تقولي اسم الدير ايه. لاحظ ان كلمتها كان في اكراه وتعذيب واهانه بانواعها. قالت جيهان ايضا انها هربت من الدير اول مره، واضح ان الدير ده يعني سهل قوي، هي وشابه مسيحيه تانيه برضو كانت اختارت الاسلام دينا نورا، لكن لسبب انها كانت عايزة بطاقتها الشخصية عشان تشهر اسلامها في الازهر، رجعت لأهلها عشان تاخد البطاقة على اساس انهم كانوا واخدين البطاقة. وبعد كده اول ما تمكنت وخدت البطاقة هربت للمرة التانية. بتقول لكم جيهان انا مش مخطوفة، انا محدش خطفني. وذهبت المرة دي للازهر وبتقول انا رحت بارادتي، وأعلنت إسلامها بصورة رسمية. واللي هنلاحظه من كلامها إن مفيش شاب زي ما بيزعموا الإخوة النصارى إنه خطفها، لا، ده هروبها الأولاني دي رسمته مع صديقة لها اللي اتعرضت في الدير المشؤوم. نفسي أعرف اسم الدير ده، إيه هو المشؤوم اللي اتعرضت هي وجيهان والأخت التانية. ولكن في الهروب التاني واضح إن في هروب أول وهروب تاني، معرفش إزاي يعني، فكان هروب فردي. وكان يوم أربع لما راحت مع أخوها إلى المدرسة بالبطاقة الشخصية، شالتها في الشنطة بين الكتب فهربت منه، ودي كانت واقعة هروبها التاني. بينما بيقولوا الإخوة النصارى وبيدعوا إن في ثلاثة خطفوها. طبعا جيهان علقت وقالت إن ده كذب، أنا محدش خطفني والعافية، مفيش حد بيخطب حد بالعافيه، ازاي؟ مع ان في خطف بالعافيه، ولا حد بيجبر حد على حاجه، لا في اجبار. وانا رايحه بارادتي، وهم بيحاولوا يشوشروا على جيهان اللي بتثبت حريه ارادها واختيارها الحقيقي لدينها الاسلامي، وبتاكد ان هم بيحاولوا يشوشروا ويعملوا الكلام ده. الاخت جيهان بتدعو الاخوه المسلمين انهم يقفوا جنب اخواتهم اللي في الدير اللي بيعذبوهم، وربنا يثبتهم على اللي هم فيه ويفرج عنهم. طبعا هي بتقول انا كنت هناك وعارفه ان في لي اخوات مسيحيات اعلنوا اسلامهم والدير بيعذبهم. طبعا هم بيحبوا الاسلام وفي اللي اسلم وخدوهم وبيعذبوهم في الدير، وانا بدعي لهم ان ربنا يثبتهم على اللي هم فيه. وكررت الكلام ده كتير قوي، واضح ان الدير ده سجن يعني معتقل، حاجه غريبه قوي. واضافت بتقول ربنا يفرج عنهم في الحبس اللي هم فيه. وقالت انا بدعي لهم في كل صلاه، وهو دليل على انها كانت مهتميه بالاسيرات، يعني لو كانوا اسرى وليس بنبتها فقط. وارسلت رساله في مقطع فيديو بتقول لاهلها انا مسامحاكم على اللي انتوا عملتوه فيا، وبدعي لكم ان ربنا يهديكم زي ما هداني. وبتقول لهم مفيش شاب خطفني ولا انا حبيت شاب وهربت معاه.
وبتقول ده هو كمان الاخ بيقول كده يعني بيحكي، حتى لو هي هربت مع شاب وبعدها قررت الاسلام عن قناعه، مش ممكن يكون غررها وعاشرها جنسيا عشان كده طقطقت واعلنت؟ كل شيء جايز. كما بدت اقناعها من كلامها ان هي بكل حريتها اعلنت اسلامها. وبتقول في خلال مقطع فيديو انها بعتت رساله لوفاء وكاميليا بتقول لهم ان ربنا يثبتكم على اللي انتوا فيه، واوعى تفرطوا في الاسلام زي ما انا عملت وضحيت بكل حاجه عشان الاسلام. والكلمه الاخيره اللي بتدل على انها اختارت الاسلام وما اختارتش شيء اخر، شيء جميل. كل ده يدل على انها وعي اسلامي عند الفتاه المرحه. مرحه في ايه؟ مش عارف، بس ما هو مهم. وبيشير بيقول انها لم تسلم لسبب، ما اسلمتش عشان انها هربت مع الشاب ولا ان ضحك عليها. وبدات بالكلام بس بالبسمله والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذكرته عن موقفها من الاسلام والمسيحيه. وطبعا هي بتقول وبتدعو ان ربنا يثبت الاخوات الاخريات اللي اعلنوا اسلامهم ونطقوا بالوحده بالتوحيد بالله. وبتقول ان الاخوه الكريمات السيده كاميليا معاها خط بايديها وهي بتذكر وبتشهر اسلامها، وبتقول ان الله واحد وان المسيح رسول وليس اله. كمان كاميليا قالت لها بودنها ان هي كمان اعلنت اشهرت اسلامها. طب تعالوا نشوف كمان بيحكوا بيقولوا ان اسره كامله بتعلن اسلامها والكنيسه اعلنت فزعها. اعلنت ايضا اسره السيده اميره والاخ سيدهم اسلامهم، واعلنوا ان هذا الاختيار كان بكامل حريتهم وارادتهم، وان هم بحثوا وناقشوا مع كاهن المدينه ورجعوا ببساطة. وبيقول الأخ في المقالة إن زارت ثلاثة أخوات أعلنوا إسلامهم بالصوت والصورة، وهي منى عبد الله شنودة سعيد الشهيرة بدميانة، فهي أعلنت إسلامها وهي كانت من الإسماعيلية، وبتطلب من الجميع إنهم يحموها من الكنيسة. وكمان إيريني خيري بخيت، طب ازاي اسره كامله وهنا إيريني خيري وهنا منى عبد الله شنوده ودميانه؟ يعني ما علينا، هنعمل نفسنا هبل ونسمع كلامه للاخر. المهم، وكانت المظاهرات قد خرجت عشان قال ايه انهم اتخطفوا من المسلمين. وظهرت بعدها الاخت الجميله جيهان نادر وديع اللي قدمنا قصتها. تعالوا اوريكم الدليل الثاني على ان الاخوه النصارى بيعذبوا اللي بيحاول يخرج عن النصرانيه ويعني يخرج منها ويروح لنور الاسلام. بيقول المفاجاه الكبيره ان الكهنه والبطارقه وعلى راسهم شنوده وشوي، هو يقصد المتخلف البابا شنوده الثالث، يعني اسره كفر سليمان عوض مركز السنطه، الزوجه اميره خريجة علم نفس أسلمت من 3 سنين بحسب، وهي اللي أسلمت أولا، وبعد كده جوزها سيدهم اللي هو أبو إبراهيم أمين شرطة أسلم بعد نقاش مع زوجته بالصوت، القصة بصوت السيدة أميرة بذاتها بصوتها في موقع المرصد. دي القصة الكاملة لأسرة كفر سليمان. حقيقي اللي هم اتحولوا من المسيحية إلى الإسلام، وقالت الزوجة أميرة أسرة بأكملها تانية إزاي تروح كده؟ وده اللي هنتكلم عنه، وهنتكلم عن الموضوع. الشخص اللي كاتب المقال بيقول الكهنة يتحرش مع الإخوات اللتي يخرجن عن المسيحية لنور الإسلام. أحبائي وأعزائي، أأسف لهذه هذا الكلام اللي صدر من هذا الشخص، وهو غير واضح، وهو شخص غير أمين بالمرة، وكلام هزلي. لا ذكر اسم الدير ولا ذكر اسم الراهبات. أكيد دي لو إنسانة اتعذبت جوه الدير كانت قالت اسم الراهبات، كانت قالت اسم الدير، كانت قالت اسم كل حاجة، لأني أكيد هي عارفاهم، وأكيد هم بيقولوا لها تصوني فلانة وكل الكلام ده. أحبائي وأعزائي،
لكم مني كل الحب والتقدير، لكم مني كل السلام. ما تنشوش تشتركوا في القناة، دو هتلاقوا جرس عليه لون أحمر، دوسوا عليه بالرمادي. ما تنشوش تدوا لايكاتكم، ما تنسوش كمان تدي تعليقاتكم الجميلة مهما كانت إيجابية أو سلبية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير. أنا بحبكم ومنتظر منكم كل ما هو جديد أيا كان. سلام لكم، معاكم جلس قدسي من قناة المسيح هنا، قناة الملكة والأمير، قناة سهلناها عليك والناس. ليكم مني كل الحب والتقدير. سلام لكم، وربنا يكون معاكم. أمين.